السلام عليكم، اهلا بكم. ان شاء الله النهارده معانا فكره جديده هنقدمها لكم، وهو اداه مالتي فانكشنال، اداه متعدده الاستخدامات، ممكن تستخدمها استخدامات كتير مختلفه. اول استعمال معانا ان احنا ممكن نستعملها كقرص قطعيه او كده. قرص القطعيه دي احنا ممكن نستخدمه في قطع المعادن الحديد زي ما احنا شايفين قدامنا كده، او ممكن نستخدمه في قطع الخشب باستخدام القرص ده. وبالنسبه للاختراع بتاعنا ده ما بيستهلكش كهرباء كتير، هو بيشتغل بشاحن بسيط 12 فولت. بنركب القطعه دي هنا كده زي ما احنا شايفين، بنركب القطعه دي كده ونوقفها كلها بشكل عمودي كده زي ما احنا شايفين قدامنا. راس المتقفل مش هي اللي بتتحرك، هنا القاعده دي هي اللي بتتحرك، بتحط عليها الحاجه اللي انت عايز تستخدمها وبتحركها من هنا، تحكم فيها بالشكل ده كده، تقدر تنزلها زي ما احنا شايفين قدامنا كده. بعد كده احنا واحنا بنشتغل البطه بنركبها هنا في راس المتقاب كده بالشكل ده، ونحط الحاجه اللي احنا عايزين نشتغل عليها ونبدا نشتغل.
ثالث استخدام معانا ان احنا ممكن نستخدمها كمخرطه، نحط الحاجه اللي احنا هنشتغل عليها هنا في راس المقلاب، وبعد كده نحط سن المخرطه هنا على الشكل ده، ونحرك السن ده كده يمين وشمال، وبنحرك برده ده جوه وبره بحيث ان احنا نقدر نتحكم في القطعه اللي احنا بنشتغل عليها. وان شاء الله ده هتشوفوه في حلقه جايه.